خلينا نبتدي مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. أبرزها إن الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف ونفت وقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وأخبار تانية هنستعرض تفاصيلها في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، كان أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 13 ولحد 19 أغسطس. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح كمان أكدت الحكومة إن الخبر المتداول بخصوص وقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة هو كلام مش مظبوط وغير صحيح، ومفيش أي قرارات اتخذت بخصوص الموضوع ده. الحكومة أكدت على استمرار تقديم كل خدمات التأمين الصحي للسيدات المعيلات المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي واللي بيحصلوا على المعاش باعتباره استحقاق قانوني مش ممكن يتلغي أو حتى يتوقف، خصوصاً إن مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة زاد بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023، ووصلت ل 93 مليون جنيه مقارنة ب 81 مليون جنيه السنة اللي فاتت. أكدت الحكومة كمان على استهداف التوسع في عرض الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تعزيز أجهزة نقاط البيع، وده بيجي في إطار حرص الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية على توسيع نطاق الشمول المالي، وده وفقاً لإشارة وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 واللي تقدمت من خلال وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها مجلس النواب ومجلس الشيوخ. كمان امبارح استجاب قطاع الحماية المجتمعية للالتماس المقدم من إحدى النزيلات المودعة بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3 وتمكينها من زيارة ابنيها المودعين بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 2، وتقدمت النزيلة بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الاستجابة لالتماسها، وتم قبول الالتماس في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كل الدعم بما يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة. نروح للمجهودات اللي بتعملها وزارة الداخلية، لأن في الحقيقة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قدرت خلال حملاتها الأمنية اللي شنتها في مديريات أمن الأليوبية والشرقية والجيزة كمان من ضبط العديد من القضايا، وده في إطار الجهود الأمنية المتواصلة اللي بتبذلها وزارة الداخلية لضبط كل المخالفات اللي بتضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكل أنواعها. تتواصل الجهود الأمنية لضبط كافة المخالفات التي تضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكافة أنواعها. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وخلال حملات أمنية شنتها بنطاق مديرية أمن القليوبية من ضبط 7 مصانع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية والمنتجات البلاستيكية والثلج، بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 288 طن أعلاف حيوانية ومخصبات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و72 طن مواد بلاستيكية مجهولة المصدر، و1500 لوح ثلج مصنع من مواد مجهولة المصدر. وخلال حملات شنتها الإدارة بنطاق مديريتي أمن القليوبية والشرقية تمكنت من ضبط 4 مصانع بدون ترخيص للمواد الغذائية والأعلاف الحيوانية والمبيدات الحشرية والمنظفات المنزلية، بداخلهم قرابة 79 طن أعلاف حيوانية ومواد خام مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وأكثر من 28 طن مواد خام ومبيدات حشرية مغشوشة ومقلدة، و28 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وأكثر من 2 طن مواد خام منظفات منزلية مجهولة المصدر. كما نجحت الإدارة في ضبط مخزن بدون ترخيص للمواد الكيماوية بالشرقية بداخله قرابة 20 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر. وأسفرت حملات الإدارة بنطاق مديرية أمن الجيزة عن ضبط 6 مصانع وشركة بدون ترخيص للأسمدة الزراعية والكيماويات والمواد البلاستيكية والمنظفات الصناعية
والمستلزمات الطبية بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 105 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، وتسعة أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وأحد عشر طن ونصف منظفات صناعية وبلاستيكية مجهولة المصدر، وواحد وأربعين طن كيماويات بناء مجهولة المصدر، وأربعة عشر طن غازات صناعية مجهولة المصدر. وفي مجال حماية الثروة السمكية، شنت الإدارة حملة مكبرة ببحيرات المنزلة ومريوط وإدكو، أسفرت عن ضبط 258 قاضية تعدي على تلك البحيرات وصيد بدون ترخيص وصيد مخالف، وتم إزالة عدد من المخالفات. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية، تم ضبط 27 قاضية تعدي على نهر النيل والمجاري المائية على مستوى الجمهورية، كما تم ضبط 29 قاضية مخالفة لقانون الري والصرف، وضبط 5 قضايا مخالفة لقانون الملاحة. وبالنسبة لجولة المحافظات معانا مجموعة من الأحداث والأخبار المهمة، ومنها طرح 1000 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 3 مجمعات صناعية في الصعيد، وانطلاق مهرجان المانجا في محافظة الإسماعيلية، وتقديم الخدمات الطبية ل 1795 مواطن في قرية أسطال من ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا، وأخبار تانية كتير هنستعرضها من مختلف محافظات مصر. تعالوا مع بعض نتعرف عليها في سياق العرض التالي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح، أبرزها إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن فرصة متميزة لشباب المستثمرين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بطرح 1000 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 3 مجمعات صناعية في الصعيد في محافظات إنا، أسيوط وأسوان، بمساحات متعددة لمختلف الأنشطة الصناعية بنظام الإيجار أو التمليك. اللواء أشرف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أعلن عن انطلاق مهرجان المانجا الإسماعيلاوي في نسخته الأولى، واللي هيستمر تنظيمه على مدار يومين لفتح سبل جديدة للاستثمار خلال الفترة اللي جاية على أرض المحافظة. الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في المنيا وضح إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أسطال في مركز سمنلوط. القافلة وقعت الكشف الطبي على 1795 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان، بالإضافة لتحويل بعض الحالات للعلاج في المستشفيات. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد إن المراكز التكنولوجية في المحافظة شهدت تطوير شامل، وتم تطوير ورفع كفاءة 17 مركز تكنولوجي في الأحياء والمراكز بتكلفة 22 مليون جنيه. اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد إن الأجهزة التنفيذية في المحافظة نجحت في استرداد أكثر من نصف مليون متر من الأراضي خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، واللي بدأت في 13 أغسطس وهتستمر لحد يوم 27 أكتوبر الجاي. وبتتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، واللي بتنفذها مديرية الطب البيطري في بني سويف، ووصلت إجمالي الحيوانات اللي تم تحصينها ل 90,678 رأس ماشية من بداية انطلاق الحملة في 14 يوليو اللي فات. القافلة الطبية الموسعة اللي بتنظمها رئاسة مجلس الوزراء وجامعة طنطا في محافظة قنا نجحت في توقيع الكشف على 3,801 مواطن من أبناء المحافظة. وضع الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق حجر الأساس لكلية الآثار في مدينة صان الحجر فرع جامعة الزقازيق، وتم وضع الحجر في قطعة أرض جديدة لبناء الكلية على أرض مساحتها 3 فدادين. اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعلن إن مديرية الشباب والرياضة هتنظم فعاليات مبادرة دواء بمركز شباب المحافظة بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف ومنطقة مطروح الأزهرية وكنيسة مطروح. عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تفقد أعمال المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر في مدينة بنها على نهر النيل لدفع الأعمال وسرعة البدء في تنفيذه، وهدفت الجولة لمتابعة سير العمل بالمشروع وتذليل بعض العقبات بالمرحلة الثالثة.